ولمناقشة ظاهرة استهداف الناشطين في العراق تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطاف. دكتورة آلاء، بداية أهلا بك. حملة اغتيال الناشطين الأخيرة تتم في الغالب تحت نظر الأجهزة الأمنية. برأيك كيف تنظرين إلى تعاطي الحكومة في بغداد مع جرائم اغتيال الناشطين؟ دكتورة آلاء، هل أنت معنا؟ على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتورة آلاء وسنحاول التواصل معها. على ما يبدو أننا الآن عودنا الاتصال بالدكتورة آلاء. إذا كنت تسمعينني دكتورة آلاء عبد اللطيف المصطاف، أعيد عليك السؤال. حملة اغتيال الناشطين الأخيرة تتم في الغالب طبعا وكما تعلمين ويعلم العراقيون جميعا تتم تحت نظر الأجهزة الأمنية. باعتقادكم كيف تنظرون إلى تعاطي الحكومة في بغداد مع جرائم اغتيال الناشطين؟ تفضل. نعم، شكرا للاستضافة. بالنسبة لموضوع اغتيال الناشطين، ليس بالحدث الجديد، وإنما متكرر من بداية أحداث انتفاضة تشرين الغراء ولغاية اليوم. الغريب بالموضوع أنه على عدد الكبير لمنتسبي وللأجهزة الأمنية اللي تمتلكها ما تسمى بالحكومة العراقية كلها وقفت عاجزة عن كشف ولو جهة واحدة متورطة بقتل هؤلاء الأبرياء. هذا هو الشيء الغريب. مليون جهاز أمني، جهاز مسلط على جهاز، شرطة اتحادية، جيش، حشد، أمن، استخبارات، كل يوم نسمع التشكيل جديد، وآخر شيء بطل الفيلم اللي يسموه جهاز مكافحة الإرهاب. طيب كلهم وقفوا عاجزين عن كشف هوية القاتل؟ نعم، هذا شيء محير. الآن التظاهرات دكتورة آلاء، التظاهرات في البصرة مشتعلة كما تعلمين، وهي تقوم تحت انتهاكات صارخة للقوات الأمنية والميليشيات، فانتهاكات الميليشيات لا تزال متواصلة. ما هي الرسالة التي يريد الثوار أن يرسلوها من خلال هذه التظاهرات رغم القمع المتواصل بحقهم؟ الرسالة واضحة جدا، احنا اعلناها منذ بداية اندلاع ثورتنا المباركة. رسالتنا بالنص تقول لا وجود لأي قوة مشبوهة تسمى عملية سياسية بعد المستقبل بالعراق. نعم. هذه الطغمة الموجودة الجاثمة على العراقيين على مدى 17 عاما يجب أن تزال. لا توجد شيء اسمه حكومة بالعراق. اللي تحكم بالعراق أنظمة موازية متعددة سلطتها فوق سلطة الحكومة. لا يوجد شيء اسمه حكومة. لا، أبسط مهام الحكومة حماية المواطن. طيب المواطن البسيط لا قدروا على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطف، وهي عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. على أي حال نشكرك شكرا جزيلا دكتورة آلاء عبد اللطيف المصطف.